تتجنن يا عقلي. عزيز انا عايز اقول لك على حاجه، انا عايزك تديني فرصه تانيه اثبت لك فيها حبي، اصل انا بحبك. ولا لم نفسك بدل ما احطك في الخلاط واعملك عصير زفت اسافلت بيك الشارع. ليه يا زيزي؟ انا بحبك 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 بحبها بحبها. ايه ده؟ ايه ده؟ لقيته. هو ايه؟ فردت الشبشب يلا اللي بدور عليها. اسمعني بس يا زيزي، ده المثل بيقول ان حبتك حيه اتلفح بيها. المثل بيقول حيه. امال ايه؟ اي مش حمار؟ فعلا حمار، حمار عشان بحب واحده زيك. لكن انا عايز افهم، عادل ده بتحب فيه ايه؟ بتحب في عادل ايه؟ بحب في عادل طيبته، انسانيته، قلبه زي قلب عصفور الكناري. كناري مين يا ام؟ ده عبيط، ده هبل. بحب على طول هبل. ارتحت؟ لا ما ارتحتش. طب قولي لي، هو بيحبك زي ما انت بتحبيه كده؟ مش عارفه. لا ما تقوليش مش عارفه، قولي. بس انا لمحت له كتير. يعني عملتي ايه؟ عملت له كده اهو. وريني. ما فهمش لغه الحواجب. طبعا. ايه ده؟ عملت له كده اهو. جابت معاه؟ ما فهمش لغه العيون. قلت له ما بنامش الليل. قال لك ايه؟ جاب لي منوم. نعم. شرحت له احساسي. جاب لك ايه؟ جاب لي دواء حساسيه. يا لهوي. كلمته عن مشاعري. جاب لك ايه؟ جاب لي شامبو للشعر. شامبو؟ كلمته عن الحب والجواز وقلت له ده ناموس الحياه. جاب لك ايه؟ جاب لي علبه بيروسول. بيروسول الغبي اللي بيحب يجيب ريد لايسيد الحاجات الحلوه دي. بره بره. ليه؟ اطلع بره. ليه كده؟ واحد يقول لي بيروسول والتاني يقول لي ريد، هم اللي بيعملوني على اني حشره؟ هم لو قلت لهم صرصور ودني يجيبوا لي ايه؟ العسكري. وانا بره. الو. حلو يا بنت. ازيك يا عزبيه؟ ازيك يا بنتي يا زيزي. اهلا وسهلا يا عزبيه. لطيف قوي البرنامج يا بنت. ميرسي يا عزبيه. بجد عالم اضواء كيفني، مزجني على الاخر. ميرسي قوي يا عزبيه. بقولك ايه؟ ايه يا عزبيه؟ في ناس قاعده تحت. والله؟ اه. انا اسف جدا، ما كانش قصدي. طب بقولك ايه؟ ايه يا عزبيه؟ مش هتبطل تعاكس البنات المراهقات اللي اقل من 20 سنه؟ يا منحنح. انا منحنحه؟ ايوه. طب وكده؟ مرحرحه. وكده؟ مفلطاح. اوكي قولي لي بقى. اي يا عزبيه، الصرصار بتاعك كتب استعراض مقدمه المسلسل ولا لسه؟ عادل كتب وصور يا عزبيه. كتب وصوره؟ ايوه. ازاي الكاتب يصوره من غير ما اراه وافق عليه؟ يا عزبيه ده انا هخرب بيته. ده انا هدمره. معلش يا عزب. انا هعلقه في عمود النور اللي قدام الشركه. اللي قدام الشركه؟ هاتوا لي الحبل وحطوه في قفاه لغايه ما اوصل. يا انا يا انت يا عادل يا رأفت. انتهوله. شوفوا لي عادل حالا. يا استاذ عادل. عامله ايه؟ يخرب بيتك يخرب بيت عقلك، انت بتعملي فيا كده ليه؟ انت ما عندكيش خالص صبيان يا بنتي. وحشتنا يا هلا. ده وحش مفترس. وحشتنا يا هلا. ابعد عني ابعد عني. طب بخ بخ. يا ساتر، في حد يعمل في حد كده؟ الاستاذ عزب جه ولا ما جاش؟ في السكه. طيب قلت له على المجد اللي انا عملته امبارح؟ هو انا قلت له وقال لي إيه؟ استنى انا اقول لك هو قال لك ايه. اكيد قال لك ايه. الواد الهايل ده، الواد ده فظيع، الواد ده شنيع، الواد ده مريع. حد يعمل كده؟ ايه ده؟ كنت قاطع نفسي. لا مؤاخذه انا ما خدتش بالي. خدي نفس بس. انا اقول لك هو قال لك ايه. اكيد قال لك الواد ده هايل. يا بنت العضاضه. هو في الحقيقه قال ده جنان. الله، شفتي الفاظه حلوه ازاي؟ قال لك ده جنان. طبعا قال لك الواد ده موهبه، هرفعه هرفعه وعلقه في النجوم. هو من ناحيه قال هرفعك فقال هرفعك. وهيعلقني في النجوم؟ لا، هيعلقك في عمود النور قدام الشركه. شفتي عظمته؟ شفتي قد ايه الراجل ده جميل؟ قال لك عمود النور اللي قدام الشركه، مش عايز يبعدني عنه، عايز يشوفني بقى في الرايحه والجايه. بس عمود النور اللي قدام الشركه ده انا اطول منه يا زيزي. مش مشكلة. طبعا قال لك هاتوه حطه في رقبته وكليل الزهور على بال ما اوصل. هو اتكلم على رقبتك بس قال كلام تاني خالص. عارفه اكيد قال قصيدة شعر باللغة العربية الفصحى.
حيث أمدح وأفلح وأثنى وأطرى. أطرى؟ إيه ده؟ هو أنا بقول أمدح وأطرى على قطرة العين؟ أمال قطرة مين؟ أنت بتقوليني كلام؟ يا قاسي. تتصوريش أنا فرحان بيكي قوي. إشمعنى؟ عشان أنت البني آدمة الوحيدة اللي محسساني برجولتي وقوتي يعني. إزاي يعني؟ كل ما لطشك ألاقيكي مهيأسة ومزقططك. تعرف أنا كمان مبسوطة بيك قوي؟ ليه؟ عشان أنت الإنسان الوحيد اللي بيحسسني بأنوثتي. إزاي يعني؟ يعني عشان إنسان تافه يعني. الله! تيجي نحط التفاهة بتاعتي على العبط بتاعك ونعمل شيء أهبل جميل كده. إيه يا بت؟ لا ده عبط بجد ده. إيه ده؟ دي حيطة، دي حيطة دي. دي حيطة؟ آه. طب أنا هوريك العبط اللي على أصوله. الصرصار اللي على الحيطة. انت عارف وانا واقفة قدامك بحس بحاجة عظيمة. كلامك حلو قوي. حاجة عظيمة زي ايه؟ زي الاهرامات، ابو الهول. اشمعنى ابو الهول يعني؟ يعني عامل زيك، لا بيصد ولا بيرد. طب انا كمان لما بقف كده قدامك بحس ان انا قدام كليوباترا. ايه ده؟ اشمعنى كليوباترا؟ يا منفسة يا مكتومة. بعيد عنك. تعالي يا زوزة تعالي. انا عايش اسعد لحظات حياتي. اكيد الاستاذ عزف شديد قوي ما هيشوفني يقول لي خلاص هنتج لك المسلسل بتاعك كده. اوكي كده اوكي. قصه حياتي انا وصديقي مفتيح. انت بتعمل كده ليه؟ صاحبي مفتيح. هو اسمه مفتاح يعني. من واحنا عيال صغيرين وكل حاجه النص بالنص وكنا رابطين بعضنا بفتله زي ديت. وبعدين هو سافر يا زوزه بعد عني. بس انا ايه بقى متاكد ان اول ما المسلسل بتاعي يتذاع في الفضائيات هيعرف اني عايش وموجود وهيجي يشوفني. يا على لحظه اللقاء اللي بيني وبين صديقي مفتاح. يا زوزه بقول لك ايه يا زوزه؟ ايه؟ تيجي نجرب لحظه اللقاء ديت؟ يعني اعمل ان انا مفتاح يعني؟ يا ريت يا ريت. بقول لك ايه؟ اعملي انك انت مفتاح وانا هقف هنا من غير ما اخد بالي وتدخلي عليا ونشوف لحظه اللقاء. خلاص انا موافقه. اوكي مفيش مشكله خالص. انت ذوق قوي. ميرسي. انا هو مش واخد بالي. وانا هنا مفتاح. عادل خدت بالي؟ لو سمحت يا فندم ممكن ترفع ايدك اليمين؟ نفس الحسنه. ممكن ترفع ايدك الشمال؟ يا نفس السيئه. ممكن ترفع ايدك الاثنين؟ ريحه العرق المعفنه. مفتاح. عادل مفتاح. عادل وحشتني يا صاحبي. مالك يا بت؟ ايه انت طريقه كده ليه؟ طب ايه مفتاح ده راجل. نخشن يعني؟ ايوه شويه عضلات كده وخشونه وصياعه يعني. وبعدين ما فرحتيش ليه لما شفتيني؟ بصي هفكرك بنفسي. هعمل لك الحركه اللي كنت بعملها له واحنا عيال صغيرين. تفرحي وتفتكريني. خلاص انا موافقه. انا هو مش واخد بالي. اوكي يلا. كلك ذوق والله. يا صاحبي. كل دي سنين فراق. حرام عليك. مالك؟ المفروض تفرحي. دي الحركة اللي عملتها له واحنا عيال صغيرين. ممكن اعرف بتعيطي ليه دلوقتي؟ حمار. مين ده؟ اللي بحبه. ليه؟ مش حاسس بيا. في ايه بتعيط ليه؟ حيوانة. مين دي؟ اللي بحبها. ليه؟ مش حاسس بيها. مش فاهمة ازاي يعني؟ نفسي احس بيها، نفسي تحس بيا، أي حاجة كده مش عارف أعمل إيه. طب ما تحاول تلفت نظرها. أيوه. يعني إيه ألفت نظرها؟ يعني أخزق عينيها؟ طب بص جرب معاها دي. إيه دي؟ فهمت. إيه ده؟ ايه ده؟ دي حركة عصبية. ايه ده؟ بحب واعية يعني؟ لا بناقص الحب ده. خلاص خلاص دي ممكن تجيب معاها قوي. ايه دي؟ يعني ايه دي؟ يعني الساعة 7 ما تكونيش النيل. ومين ده اللي يصحى الساعة 7؟ اصحى الساعة 7 عشان احب؟ لا انا لما اشوفها اعمل لها كده. ايه ده؟ 5 و5 في روكسي. طيب دي ممكن تأثر معاها.
فراخ. انا قابل حبيبتي اعمل لها. فهمت حاجه؟ هترجعي؟ مالي يا بنت اعصابك بايظه ليه؟ كل ده عشان الحمار بتاعك مش حاسس بيكي؟ ما هو بصراحه ما حدش هيبص لك. والله العظيم ولا حد ممكن يعبرك بطريقتك ديت. بص لنفسك في المرايه هتلاقي نفسك سوري يعني هتلاقي نفسك قمر وشعرك سايح كده حاجه تقرف. ايه ده؟ وفساتينك حلوه حلاوه تموع النفس كده. ايه ده؟ جاتك البلا في جمالك. ايه ده؟ عينيكي ساحره. يا مش قادر. ما تتعملي في خلقتك حاجه. اعمل ايه يعني؟ طلعي لك دقني. ايه ده؟ خلي الراجل ياخد باله منك وبعدين ده تلاقيه على قد. وانت ما شاء الله في العلالي. شوفي انت عندك شقه على النيل وعربيتين. شوفي عندك كام فستان وكام كومبليزون. ده انت عندك بلاوي. طب ما الحمار كده يتبسط. يتبسط ازاي؟ ده حمار يعني عنده عزه نفس عنده كرامه. يا اخي حرام عليك هتجيب لي السكر. لحظه واحده يا زوزه لحظه واحده ما تزعليش. انت رايح فين؟ عايزاه سايب ولا مكعبات؟ ايه مش عارف مرض السكر؟ مرض السكر؟ تعالي الف بعد الشر عليكي. مرض السكر ليه علاج دلوقتي؟ سفي نمل. على قد ما تقدري تسفي نمل يعني. النمل هياكل السكر اللي في جتتك كله. اوكي سفيت نمل. كويس. ايه اللي حصل؟ رجلي نملت. بشرة خير. الاستعراض بتاع الساعة 9 لازم تشوفيه. قول. عين. اوعى. كان بيعمل ايه الافندي ده هنا؟ عايز ايه؟ ولا حاجة جايب لك شربات. مناسبة ايه؟ بس انت مش فاهمة. عايزة بيه ان انت لازم تكنس وتمسح المكاتب. قلت له عيب. انا مدرب رأس محترم ومخرج. قال لي ما ينفعش. انت برضه قلت له ما ينفعش. قال لي طب خلاص خلي شربات بنت عم زناتي الجنايني تعمل الشغل. طب دخلها يلا. حاضر عم زناتي. ايوه تعالى عم زناتي. ايوه انا جاي اهو. سلام عليكم. اهلا وسهلا يا ست الهواني. ازيك يا عم زناتي؟ الله يخليك الصورة اصلك يا ست. ازيك يا زناتي؟ ازيك يا عميني؟ اهلا وسهلا. اسكت. خير؟ مش تنعزب بيه؟ بعتني بعثة امريكي. في امريكا؟ ايوه قال لي عايزين خبراء اجانب. يا راجل في امريكا؟ اي والله كده اهو. ولا قلت امال يا زنات روح جرب حظك وابتدي حياتك. ما يجراش حاجه يعني كده بالك. ايه ده انا ناوي على نيه انما اللي هي اكتر من كده. ايوه والله. ايه انا هروح امريكا. ايوه اتعلم الطيران. ايوه وبعدين باجي هنا ايه اسوق بقى. تسوق ايه؟ الهبل ولا العبط؟ فين شربات؟ هي شربات انا جبتها. ايه ده؟ يلا خش يا شربات. شربات يا بنت انا مسافر. غار يا بغا. سلام يا ابو. سلام. اوعى تدوس على حد وانت ماشي يا مستر. اصله تروبش. مش بقول لك شربات؟ يلا قولي دستور. دستور. وكمان دستور. دستور. طيب سمعي بقى ستك النشيد اللي انت حافظاه. اهلا بيكن اهلا بيكن. ايوه. يلا احنا جينا عندكن. احنا فرحانين احنا مبسوطين. مش فاهمة يعني. وبعدين يعني شكرا لكم شكرا لكم. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى روح عند ستك حب على ايدها عشان ترضى عنك كده. بيقول لي حب على ايدك يا ست عشان بتقول له اوعى فطت كده. هي فطت كده؟ ايوه. لا ما يصحش اجريتيها من شعرها. بيقول لي اجيبك من شعرك يا بي واني بتقول لي بنه صدرت صباعها في مراخيره. فين؟ في مراخيره. لا لا ما تزعليش يا شربات. هدي بقى اللي هتنظف المكاتب. دي اللي هتنظف المكاتب؟ اه. قصدك هتوسخ المكاتب؟ انا ماليش علاقه. عزب بيه قالوا هاتوها جبتها. خدي بالك من نفسك يا شربات. سلام يا ابو طويل. الله يخليك. انت طويل على الفاضي كده لا ولا؟ ايه يا بت في ايه؟ بتنضفوا بالسقف دي ولا ايه؟ يا سلام. ايش اهدي.
ريحتكوا حلوة، انتوا عايشين هنا ولا؟ والله انتوا عايشين في الجنة ومش حاسين. بالكم انا لو حدا الوسعات كبيرة دي اجفها بط وارانب ويقعد. وايه الراجل مركب شباك ازاز على مناخيره ده؟ والستات قاعدة في ريح الرجالة عاب اهدي. بس ريحتكوا حلوة. هو ده يبقى جوز امك؟ ده؟ تعجب الراجل مصيبة. التاني جوز امك؟ ده؟ ده جوز ام انا ده. يا زناتي! ايه يا حلوة مالك؟ بتزعل كده ليه؟ زناتي يبقى جوز امك؟ بقول له يابا. وامك فين؟ وانيش دراني. بيقولوا ماتت. ماتت؟ وانيش دراني. بيقولوا كانت غزية. غزية؟ وانيش دراني. لقوها غرقانة في الترع. جوز امك؟ اشمعني؟ كان حبسك فين؟ كان حبسني في كشك سيد الكلب اللي في الجنينة. مع كلب؟ لهو انت ما دريتيش؟ وانيش دراني. مش سيد الكلب فيطس واحنا سكننا بداله؟ يا سلام، منتهى الانسانية. اللي يعني قولي لي يا سيد، اللي انتوا بتعملوا هنا مسخرة؟ مسخرة؟ ايوه، عن راس ومغنى وكده. وانت شفت الكلام ده فين؟ ببص من خرم باب الكشك وانتوا بتعملوا بلوفر. اه، واحنا بنعمل بروفا. ايوه، وانتوا بتعملوا بروفا. ايوه. وعديكي بقى، انا اول ما اشوف الرقاصين بتوعكم بيرقصوا والمزيكا تشتغل من هنا اقعد ارعش كده زيهم، وهني شويه وهني شويه، واعمل الدواريه دهيه. بس مش فرامل ولا ايه؟ وانيش دراني. ما انت مسخره اهو. يعني على قد ما اوسم يا سيد. مش قلت لك امك كانت غزيه؟ وبعدين المثل بيقول اكفي الايدر على فمها تطلع البت. لا لا، لاختيه. وبتفكري لبته يا هبله. يا سلام، كل ده خرج من كشك الكلب. الا قولي لي يا سيد، الحين يعني ما ينفعش اطلع في التلفزيون بمنظرك ده؟ وماله منظري يا سيد؟ ماني حلوه اهو. ايه يا شربات، انت عمرك ما بصيتي في المرايه ابدا؟ وانيش دراني. لا احنا عندنا مرايه من اصله. انا ببص في طاسه الالومنيا واشوف ناس تتشاش معوجه كده. شربات، ايه فاكره اخر مره استحميتي فيها في البانيو كان امتى؟ استحميتي يعني اه؟ عمرك ما عملتي شعرك وافير؟ ها؟ عمرك ما عملتي باديكير ومانيكير؟ ها؟ يعني شو هدومي؟ عندك غيرها؟ طبعا انت ما عندكيش المنسحه اللي انت لابساها. قصدك الفستان. واللي انت لابساه ده بسميه الفستان. امال ايه يعني؟ بنكلون سكريتش. ماشي، سمعت عن حقوق الانسان؟ ها؟ الانسان. وانيش دراني. سمعت عن جمعيه الرفق بالحيوان؟ ايوه، اني اعرف الجاموسه والبغل والحمار. ودول بيعرفوا لك ايه؟ لا كده يا بنت. لا كده يا بنت اللذينه. بنت انت بتهزقنا اولاد مجنونه انتي. في امك بتهزقني؟ لا مش انا اللي بهزقك، ده الزمن هو اللي بيهزقك. وكمان الزمن بتكتروا على اولاد اللذينه. معلش يا شربات. يا ما بتكتروا على لا يا اولاد اللذينه. في امك. لا بلاش الكرباج. لا الكرباج اهدي. في امك اهدي بالليل. لا انا مفترية. في امك. قصدي اخي انا اما. معلش يا شربات، اتسيت عليا قوي. ان شاء الله يخليكي. بصي يا شربات، رد على المهبول. ايه يا زبيه اللي انت جايبها دي؟ دي تحفه. طب خلاص انا اتصرف معاها. يلا باي باي. هاي يا سيد، تعال شغليني في التلفزيون. بصي يا شربات، من النهارده انا مش هسيبك. هحميك، هسرحك، هنضفك. سرحيني نضفيني. هعلمك، هنورك. علميني نوريني. توعديني تفهميني؟ وانش دراني. اوه ما تقوليهاش. كشكشه ما تعرضهاش. ايه؟ كشكشه يا اختي ما تعرضهاش. ماشي يا شربات. بصي يا شربات، انا زيزي. قولي لي يا زيزي. ست زيزي. لا قولي زيزي بس. قولي اسفة. اسفة. انا مين؟ اسفة. خليكي معايا. ايوه ماني معاك. اهم حاجة في الدنيا الثقة بالنفس. يعني ايه؟ يعني تعملي زي وتقلديني. ايوه اني واثقة بنفسي. غرور. ايوه المرور. ايوه غطرسه.
فرفاسة. فرفاسة ايه يا بنت؟ اعمل ايه يعني؟ اتنفخيلي. اتنفخ؟ ايه ده انت كده هتفرقعي؟ وحش يعني يا ست؟ لا انت كده اكسلنت. يا بنت اللذينة بتأزعني تاني. يا بنت اكسلنت انا ناجحة بامتياز. الحمد لله يا جماعة اني اكسلنت. بتغني؟ ايوه. وبترقصي؟ ايوه. حافظة ايه؟ اهلا بك اهلا بك يلا احنا جنب. يا بنت اللذينة ولا يا مجنونة انت. انت بلديات يا بيه؟ بس مش حافظة اي حاجة تانية؟ ايوه يا ست اني حافظة واني ماشية عن اذنكم عن اذنكم يلي احنا كنا عندكم احنا فرحانين واحنا مبسوطين. مش بقولك بلديات يا بيه؟ بس حاجة ليا مش حافظة حاجة ليا؟ ايوه اني حافظة الاستعباط بتاعك. استعباط؟ جالك دوار ولا ايه؟ بت طب يلا نعمل الاستعباط بتاعي. ايوه
في ضيق وممكن ازقك تشق الطريق تدخل وتخرج كانك لا شيء ولا حد شافك ولا يحزنون بادي كاردة والشحات يفضل شحات صفر على شمال المليون عالم مجنون 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 عالم مجنون مجنون مجنون. برافو برافو استعراض هايل استعراض عظيم استعراض ممتاز سيبهم يهنوا سيبهم يهنوا ميرسي 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 اخيه هايل يا فندم مش معقول ميرسي ايه الابداع ده كله انت اللي عامل الابداع ده حاجه عظيمه لازم اهنيك بس اعمل تليفون وافضلك حالا لا براحتك اوكي الو انا هدغدغ الدنيا ده حقك انا هكسر الكون حد قدك انا هجيب عليها وطيها بعد اللي عملته طبعا. انت عارف لو انت في بطن الحوت هجيبك لازم تجيبه انت عارف لو انت في شقة التعبان هعبر التعبان شخصيا هو اللي يجيبك لازم تجيبه انت عارف لو انت في بطن الفرخة بيضه هبيضك الحاجة الوحيدة اللي ممكن ترحمك من ايدي حاجة واحدة بس ايه انك تنتحر ايه مش عارف تنتحر ازاي مش عندك مسدس عمر المسدس حط المسدس في دماغك دوس على الزناد اي مات مين ده فندم اللي بعده حرمته النبي في ايه مش شايف مش شايف ابو شيدك ومش شايف كده في ايه في ايه استاذ عزب استاذ عزب اهو تعال يا حبيبي استاذ عزب مالك ابو شيدك يا بيه ايه اللي حصل انا مش هعمل كده تاني ايه اللي حصل ما اعرفش يا بيه حصل حاجه رجلي رجلي ابو شيدك رجلي رجلي ايه ده وداني 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 قول لي بقى قلت لي عايز تصور الاعلان فين يا حبيبي في برج ايفل في باريس يا بيه والله عزبة النخل تنفع قد كلها حتت بتاعت ربنا يا باشا عارف مين ده ايوه الاستاذ فتحي مخرج المحطه الفضائيه بتاعتنا عارفه يا فندم كل ما اقول له على اعلان يقول لي اصوره في باريس ليه بعمل اعلان عن الصابون يقول لي اصوره في باريس بعمل اعلان عن البطاطس يقول لي باريس بعمل اعلان عن البلهارسيا هتقول لي باريس اشمعنى باريس يلا انا بيه قلت اكدبها رغبه اولى جد ما جتش خلاص اي حته يا باشا والله لا برافو زوري بقى ابو سيدك قول انا حمار ده انا 60 حمار قول له انت حمار انت حمار شعري بقى شعرك انت حمار عيني هو جسمه كله هنا حضرتك هي دي تركيبته ارموه بره حمار يا باشا اخبار عزب ايه بره حرمت النبي ابو سيدك حرمت ابو حرمت اللي بعده حرمت ممكن استخدم الموبايل بتاع حضرتك تستخدم الموبايل بتاعنا ما اقدرش انا كارت عايز اودع اهلي يا فندم ما تستعجلش هتودعهم كلهم مستعجل على ايه طب اسيب لهم مسد كول بس والله انا هخليك مسج اساسا ليه يا فندم انت تعمل فيا انا كده انا عملت حاجه بقى انا عزب شديد صاحب اكبر محطه فضائيه في الشرق الاوسط كله تطلعني قدام الناس كده على الهوا وانا لابس لبس المسخره اللي انت شايفه ده واقول الكلام الاهبل اللي انت مالفه اهبل طبعا اهبل ليه سيبك من الكلام ايه حكايه جوز العيال نازلين من على السلم دول وكل واحد رابط ايده بفتله مع التاني ويقول له بحبك قوي مين دول يالا ده انا وصاحبي مفتيح صاحبك مين مفتيح اقعد اقول مفتيح كده لغايه ما اجيلك بواسير في يوم من الايام يا فندم اللي حضرتك شفته ده حكايه واقعيه حصلت لي انا وصاحبي من واحنا عيال صغيرين كنا رابطين بعضنا في فتله زي ديت ايوه وكل حاجه النص بالنص في كل حاجه بتقسموا كل حاجه سوا ايوه يا فندم بلاش افكار مساطيل ليه في حد في الزمن المادي اللي احنا فيه ده بيقسم اللقمه حتى مع اخوه انا مستعد اقسم عمري مع صاحبي عمرك على عمر صاحبك ما يسووش باريز على بعض هتقسموه ازاي هو شيلن وانا شيلن انت بتستعبط لا انا بستهبل واضح انك بتستهبل انا كمان هستهبل معاك قول لي بقى نعم انت صاحبك ده بقى كل حاجه بتقسموها سوا ايوه من واحنا عيال صغيرين كل حاجه نص بالنص صاحبي صح